السلام عليكم البنات الاولاد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد في زويون فيه الموت ديال الضحك. اليوم ان شاء الله غادي غنشوي العربود، غندير المليس وغنشعل العافيه وغادي نشوي عريبدات وغناكلوهم. المهم بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا كل شيء ان شاء الله، وما تنساوش ديروا ليا لايك وابوني باش نبقى ديما نقدم لكم الجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ها انا خوتي خواتاتي كنجمع في المليس باش نشعل العافيه ونشوي العربود. مهم بقاو معايا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. كاين بزاف ديال المفاجآت وبزاف ديال الضحك. المهم دوزنا واحد العشيه غزاله، ما نعاودش ليكم، عفشي كل ضحك. ها انا دابا كنقاد في الوكيد باش نشعل العافيه. انا ما هرست الوكيد ما والو، غير درتو غير بحال هكاك. انا راني من الناس اللي ما كتشعلش اليوم العافيه دغيا، بغيت نشعل الفران ولا بغيت نشعل العافيه فشي بلاصه ما كتبغي تشعل، عادي كتحمقني. تحركت من يدي والعافيه ما بغات تشعل، داروني غير نحرق شي بلاصه صافي. داك ما بقاني تما نشعل وهي ما بغات تشعل ليا. بزز عاد كتشعل ليا حتى كتعصبني. اخيرا البنات شعلت لي العافيه، تعذباتني. المهم انا ما تفرقش عليها حتى شعلتها. ها هي دابا شاعله، كتشعل بشويه بشويه. المهم عرفتي دوزنا واحد العشيه زوينه زوينه بزاف، والضحك الضحك الضحك اللي ضحكتو اليوم عمرني ما ضحكتو، والله ما نكذب عليكم على شحال ما ضحكتش الضحك. ايوا انا كنشعل فيها، هي شعلات المليسة وكيتحرق العربود. المهم الطبيعه زوينه والجو زوين واحد العشيه دوزنا كتهبل، هي ما نكذب عليكم عشيه غزاله وزوينه، والدراري الصغار وهما حنا كنشويو. عرفتي داك الاجواء انك كتكوني كتشوي والدراري كيتسناو فيك، و كيكون واحد الجو زويون، جو اللي غزال ما نكذبش عليكم. وحتى هاد الموسم ديال العربود حتى هو كيكون زوين، حتى هو كيكون عنده واحد كيكون عنده واحد الوقيته زوينه كدوز. ما تطوش معاك. سير سير. أنتم المشاهدين كما كتشوفوا معنا الدكتورة هاجر، الدكتورة هاجر كطيب لكم في الكوال. خليتكم شوية تعيشوا ما وراء الكواليس. المهم نشوفوا كيفاش انا كنعيش وكيفاش شوفوا الحياه الزوينه في العربيه. انا بعدا ما كنحمق على انني
انا نعيش هنا ونعيش ضاحكه و... وناشطه. والله ما كنكذب عليكم، كان ضحكت انا بعد اليوم، ضحكت من قلبي، حنت بزاف ديال الضحك، ضحكت والله. الله يخرج الضحك على خير وصافي. المهم سمحوا لي بزاف 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 على صدعتكم، وبقاو كتفرجوا الفيديو حتى الاخر. مازال نعيش، مازال نخليكم تعيشوا ما وراء الكواليس، حيت مازال بزاف 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 عندي ما يتشاف. ونتمنى انكم ديروا لي ابوني وديروا لي لايك، باش ديما انا شوفوا انا بلا ما نزيد لكم حياتي بلا حتى شي حاجه. داكشي كله اللي كنعيشو راه كله كنصورو ليكم بلا ما نزيد عليه بلا ما ننقص عليه. وسمحوا لي بزاف بزاف بزاف، وكنشكر. كما كتشوفوا المشاهدين دابا هي كدير والو، كتجري بكري كتجري بكري. انت ما تخافيش الحركة البطيئة. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، الفيديو ديال اليوم كنقدم لكم لالا هاجر وهي كتشوي لكم الكوال. كما كتشوفوا الكواريس، هادو ليست كواريس، إن كواريس، إنما كواريس، ليست كواريس. دكتورة هاجر متخصصة في جميع المواد الفلاحية، طبيبة البيطرية، دكتورة طبيبة أسنان. نعم، هذه هو سؤال دكالي أنا سيدي. المشاهدين المشاهدات، كنصحكم بلا ما تشاهدوا الفيديو، فيديو هارب بزاف، خارج نطاق الفيديو ديال اليوم، ولا ما عرفتش انت غيتلاح. المهم بعدا ديال اليوم داوي على اليوم. عنديش كونيكسيون نجمة ثلاثة، كندير غير نجمة ستة. شري لينا الويفي الله يحفظك. واخا ندير الفلوس اخويا ونشري الويفي. نشبهوك نشبهوك. اي المهم مريم هي شاده معايا. يا المهم مريم في الباركه. اعزائي المشاهدات، كما كتشوفوا دابا هذا العربود مسكين ها هو غيدخن مزيان. غنقول غيتشمر مزيان، غيدخن خان زعما طفان. شهر وسبعة أيام ضروري. أويلي هاتي فينك؟ هو راه كنصور وش داير على الشوايع؟ أنا ما ناكلوش. علاش مش أنيسة؟ أنيسة أنيسة الغلمي ديزا. شوف سكرياو واو واو استديو زعيديا. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، أظن بأنه بقدر من هاد الجهة دخ Thank you.
اعزائي المشاهدين ما تنساوش لايك وسبسكرايب باش تبقى يطلع عندكم شي جديد. ابوني وبارطاج. هاد الفيديو ما عجبكمش درتينا بارطاجيو. راح نطلع ان شاء الله احنا الاولى في الكوندوز المغربي. وهذا ثاني فيديو ليا. اول مره في التاريخ في العالم في المغرب. سمحوا لي الا صدعتكم شويه والله العاطفه سمحوا لي وصافي، وانما بغيت غير نقربكم من حياتي وتشوفوا واش انا خوتي خواتاتي. انا ساليت هذا الفيديو اللي فيديو عارب كما قال خويا، فيديو عارب ديال بصح. المهم كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وسمحوا لي بزاف بزاف الا طولت عليكم، وما تنسونيش في الابوني ولايك، وانتظروا مني فيديو جديد ان شاء الله. بسلام.